طيب إذا ما تحدثنا عن الأوضاع الإنسانية الآن، يعني خرجت فيديوهات ومقاطع من السودان هي يعني تعبر عن مأساة وكارثة إنسانية شديدة. يعني خرجت أحد المقاطع امرأة تقول إذا فطرنا لا نتغدى وإذا تغدينا لا نتعشى. يعني الأوضاع الإنسانية والأوضاع الغذائية، إدخال المساعدات، الأمراض الآن التي ليس لها علاج، نقص حاد في الأدوية، هذا فضلا عن وجود ناس بلا منازل بالأساس يعيشون في مخيمات إلى آخره داخل السودان. يعني هذه الكارثة ما هي الحلول الموجودة لها إذا ما تحدثنا مبدئيا من جانب مجلس السيادة؟ نعم، هنالك يعني مجهودات مبذولة، وهنالك دائرة إنسانية حول مجلس السيادة، وجود خدمات وما إلى ذلك يقوم عليها يعني عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، ولكن يعني هذا هو اقتصاد الحرب. الدولة تعجز عن كثير من ما يجب أن تقوم به في ضد هذه الحرب، وهنالك عدم أمان في وصول حتى هذه المساعدات في كثير من المناطق التي تريد أن تذهب إليها تلك المساعدات. فهنالك قصور لا يعني في شح الأدوية، قصور في الخدمات الصحية، في خدمات المياه، في خدمات الكهرباء كذلك، يعني وإن كانت هذه يعني بصورة أقل من بقية النقص في محاور الحياة المختلفة، لكن هنالك يعني مجهودات تبذل هنا وهنالك، وهنالك مراكز ودول، يعني مركز الملك سلمان الآن يقدم العون كثيرا للسودانيين، وقطر الخيرية، يعني هنالك دول ايضا يعني استقبلت لاجئين عده عندها في يعني مصر ويعني تشاد، شرق تشاد استقبلت كثير من اللاجئين كذلك جنوب السودان. هنالك ايضا لاجئين خارج السودان ويعانون كمثل الاحداث الانسانيه التي حدثت في اثيوبيا، المعسكرين الموجودون في معسكرات في مناطق غير امنه، يعني اذا خرج احدهم ياتي بالماء ربما لا يعود مره اخرى. هنالك مشاكل كثيره جدا انسانيه داخل السودان وخارج السودان، والجهود مبذوله لحل هذه المشاكل، ولكن طبعا في وجود الحرب تظل المشاكل متفاقمه يوما بعد يوم، خصوصا في مناطق الجديدة التي دخل عليها التمرد في ولاية سنار، واليوم شهدنا هجوم للدعم السريع على سنار. ربما نخشى أن يكون هذا الهجوم سببا في حتى توقف المباحثات الإنسانية التي تجري في جنيف الآن، لأن هنالك اشتراط من ضمن هذه المباحثات أن لا يكون هنالك أي عمليات عسكرية غير أن تكون دفاعية في هذه الأيام، ولكن للأسف الشديد الدعم السريع اخترق هذا الشرط وهاجم سنار اليوم هجوم كبير صدته القوات المسلحة، وتم إرجاع هذا الهجوم، ولكن حدث بذلك خرق للاتفاق في جنيف. فهذه الأزمة ستظل تراوح مكانها إذا لم تتوقف الحرب بصورة يعني مناسبة. وهذا أوضح كلام على سؤالك الذي سألتني به قبل قليل الأستاذ عامر المالكي، أن الدعم السريع واضح أنه لا يمتلك سيطرة على قواته، لأنه إذا كان يمتلك سيطرة على قواته لما هاجم سنار في هذه الأيام التي اتفق فيها مع يعني مبعوث الأمير العام المتحدة الأستاذ رمضان العمامرة أنه لن يقدم على أي هجوم على أي مدينة في هذه الأيام حتى تخرج هذه اتفاقية جنيف أو مباحثات جنيف تخرج إلى بر الأمان، ولكن واضح أن هذا الدعم السريع له مشاكل كثيرة جدا في ضبط القوات، وهو ليست قوات نظامية كما تعرف القوات النظامية المضبوطة التي تعمل بالتراتبية ولها يعني قيادة وما إلى ذلك.